اتكلمنا النهاردة في بداية الحلقة عن المشاعر اللي مش لطيفة، مش كويسة، مش تمام، بتضايق الناس. ففي ناس قالت لك مشاعر الخذلان، مشاعر مش عارف الناس اللي ما بتحسش بان الواحد يعني بيتعب عشانهم، مشاعر ان حد يكسفك، مشاعر مش عارف ايه، ومشاعر يعني انا بشايف الكلمة كبيرة ما مش عايز تطلع من بقى. يعني كان فكرة ان اصدقاء مع بعض ويقول لك ايه ده خاني، ده مش عارف ايه. عارفين كان فيه برضو بعد فيلم ابراهيم الابيض كده طلعوا كده بمثل قال لك صحوبية مين ده عشر خان ابراهيم صديقه. فيعني ازاي الموضوع والاي ايه هي حدود الصداقة وحدود ان انا اقول ان الصديق ده خلاص فشل علاقتي معاه وحاجات كده كتيرة. نسأل اكتر، نعرف اكتر. اسمحوا لنا نرحب بضيفتنا اللي منورنا النهاردة، دكتورة إيريني وهيب، دكتوراه في تعديل السلوك والعلاج بالفن من جامعة عين شمس. اهلا بيك، منورانا يا دكتورة. صباح الفل يا دكتور. صباح. ولا عارفة ابراهيم ولا عارفة عشري، مش بس نبقى متفقين. ده انت بتاعت معلش يا دكتورة انا اسف بس لا بس هيبة دي بتاعت المسلسل، هي كل يوم تيجي تقول لي شفت المسلسل. انا ما شفتش حاجة. ما انا ما شفتوش، ده فاتني. ده هو بس تعديل صغير بتاع فاتني تعديل صغير كنت هقوله لك. انا جامعة حلوان. جامعة حلوان؟ ده أجدع جامعة، جامعة حلوان دي. دكتوراة في تعديل السلوك والعلاج بالفن من هي ده دايما جامعة حلوان دي جامعة طبعا عين شمس جميلة، أنا بهزر يعني. منورانا يا دكتور. منورة بيك. ميرسي. الأول يعني كنا لسه الصبح النهارده بنتكلم على الشعور الصعب قوي الخيانة يعني، وطبعا احنا خلينا في خيانة الأصدقاء أو الناس اللي بنحط ثقتنا فيهم، بس الكلمة كبيرة قوي. يعني إمتى أوصل للمرحلة كلنا بنختلف وبنغلط في حق بعض، ساعات والعلاقات ممكن تستمر وأخطاء تعدي، إمتى أقول إن دي خيانة؟ يعني إيه الحاجة اللي ممكن أعرفها على إنها خيانة؟ بصي، هي خيانة الأصحاب احنا لازم نبقى عندنا يعني تفكير صح في ان احنا نعرف يعني ايه كلمة صديق ونعرف يعني ايه خيانة. الخيانة دي ان نلاقي حد مش بيحب لنا الخير، نلاقي حد ان هو دايما يتنمر علينا مثلا، او اي حاجة تعملها صح لازم ان هو يفقدك الثقة في نفسك ان انت بتعمل حاجة صح. فلما تلاقي حد كده اعرف ان هو مش ده الصديق الصح. الصديق الصح ده اللي هو بيبقى واقف جنبك، بيبقى مشاركك في جميع حياتك، سواء كانت حاجات حلوة حاجات وحشة، بيشاركك في كل حاجة. لكن اللي مش صديق هو اللي يتنمر عليك، هو اللي ما يحب لكش الخير، هو اللي ما يخلكش عندك ثقة في نفسك، كل حاجة يبقى فيه نقد، يبقى دايما ان هو مش حابب ان هو يعني مش حابب لك الخير. بس دي الصداقة، لكن الخيانة اكيد مش عشان هو ما لا ما هو خاين ليه؟ خاين ليه؟ ما هو خاين علشان هو مش يعني بصي، هو خاين علشان هو مش بني آدم كويس من جواه، حاجة في التربية بتاعته، حاجة داخلية من جواه. الخيانة دي حاجة صعبة جدا. الخيانة دي حد سلم حد، يعني حد تسبق، يعني هو كان صاحبه وكان صديقه وكانوا قايمين نايمين مع بعض وعشرة وكانوا مع بعض في طبق واحد وبينهم عيش وملح وباعه. ما هي ممكن يعني ما تكونش يعني ممكن ما يكونش صاحب بجد. يعني خيانة يهوذا لما الناس تتكلم عنها بعيدا حتى عن فكرة الروحانيات، تكلموا عنها من الناحية الاجتماعية حتى وكده، يعني ناس كتير تكلمت عنها حتى غير مسيحيين، اللي هي فكرة خيانة الصاحب. يعني دي حاجة صعبة جدا، يعني فباعوا، فهي فكرة ان حد يبيع حد. يعني فهل ده المقصود ولا مقصود مثلا ان حد ضايقني؟ او ما انا بقول لحضرتك، هي فكره الخيانه ان هو شخص ما بيحبش للتاني الخير. ممكن الاختيار نفسه بتاع الشخص للشخص الصديق ده ما كانش اختيار صح من البدايه. يعني ممكن يكون ان هو ما اختارش صديقه بوضوح، ما اختارش صديقه صح، اختياره ليه كان مش كويس. ممكن يكون انت اعتبرتها خيانة وهي مش خيانة. يعني مثلا الشباب في سن العشرينات مثلا يقولك صديقي ده خني، وممكن ما يكونش خيانك. طب ما انتوا كنتوا اصدقاء في مرحلة الكلية، انت فاضي وهو فاضي، يا دوب مش عندكوا حاجة غير من المذاكرة، بعد كده الحياة خدتنا، انا سافرت مثلا هو ما سافرش، فكده يبقى خني علشان هو سافر. عشان كده بنعرف مفهوم الخيانة. يعني احنا كلنا مفهوم الخيانة دي بالنسبة لنا زي ما اسحاق كان بيقول، حد سلمني، كنت مشارك حد في شغل وهو رغم اني مستأمنه وفتحنا مشروع وكبرنا ونجحنا مع بعض، ابص الاقيه هو خان الامانة وخان ثقتي وخان
بتبقى كل حاجة. دي بتبقى حاجة داخلية من جوه الشخص نفسه، يعني الشخص نفسه ده ما بيبقاش أمين على الحاجة اللي هو أنا أمنتك عليها، فأنا خنتك. يعني سوء اختيار مننا للشخص. سوء اختيار مننا تغير في انفعالات الشخص. يعني أنا مثلا دلوقتي أنا بحبك، مصلحتي معاك من نهاية خلصت. فما دام مصلحتي خلصت معاك، طب أنا يعني خلاص، يعني هاخد منك إيه خلاص؟ يعني أحبك هو عشان كذا، يعني عشان بالضبط. الأصحاب مالهمش رولز إن أنا أبقى صاحب. انت بتاخد الصاحب ده اللي هو بيبقى صاحبك باكج كلها على بعضها، باخدك بحلوك بوحشك بالوحش بتاعك بكل حاجه. طب ايه اللي يخلي حد يقول على حد ان هو خان العشره؟ خان العشره لان هو كان زي ما بنقول صاحي نايم معاه، فجاه ان هو عمل موقف مثلا ان هو ما حبلوش الخير. هو مثلا الشخص ده نجح، فهو ايه بدل ما يشجعه على نجاحه، لا انا بحبطك، لا بس انت مش دي احسن حاجه بالنسبه لي. شخصيتها عامه هي كده، يعني هم بيصعبوا عليا، بس هم ما اقدرش اقول عليهم خاينين. يعني المحبطين هم بيبقى اعتقد نفسيا الدنيا عندهم مش احسن حاجه، فهو شايف ممكن الدنيا يبقى هو متعرض لضغوط الشخص. ممكن انت تقديرك للموقف ان هو خيانه، بس هو ما يكونش خيانه، هو ممكن يكون الشخص ده متعرض لضغوط جامده. يعني مثلا مش كل واحد يعني هيكلمني بشكل سلبي يبقى هو خني. هو ممكن يكون يعني تفكيره في الامور كذا. انا مثلا بقول له على فكره ده انا هسافر رايح مثلا امريكا ولا رايح انجلترا ولا رايح مش عارف ايه، انا عندي كده مشروع عايز اعمله، فهو يقعد يحبط فيا يقول لي تروح فين وتيجي منين يا عم انت صدقت نفسك. بس هو الاحباط مش خيانه كذا كذا كذا. فانا بقول ان الاحباط مش خيانه، هو مش الاحباط بس يتمنى لك الخير، لكن انا ما اتمنيتش ليك أمنيات. الخير. احنا نقصد ان الحكايه مش بالامنيات، يعني ممكن حد انا بحكي معاه عن مشروع يا يسرق الفكره فكده خان، كلم ناس يوقفوا لي المراكب السايره. ده يبقى الحته دي نلاقيها كونسبت من ايام التربيه نفسها، التربيه الاسريه والتنشئه الاجتماعيه اللي هو تربى وترعرع فيها. طب بصي ان هو اتعود على ان هو يخون. بصي بعيدا عن المفهوم، طيب ده اللي ممكن يختلف من شخص للتاني او السبب اللي خلاه يعمل كده، التاثير بتاع الخيانه على الشخص. يعني انا اتخنت من صديق قريب او صديقه قريبه، كنت حاطط ثقتي، دخلت بيتي كلت في طبقي، طلعت اسراري، ما هو دي برضو خيانه تسببت في اذى ليا في اولادي ايا كان. اكيد ده ليه تاثير على الصحه النفسيه للشخص. ايه اللي بيحصل للبني ادم اللي بيتعرض للخيانه؟ بصي هو ليها كذا مرحله اللي هي التاثير النفسي. اول حاجه بيدي عدم ثقه للنفس، ان انا معرفتش اختار صاحبي، انا دي حاجه بالنسبه لي ان انا يعني ما عنديش حته الاختيار الصح، فبتبقى في عدم ثقه في نفس الشخص اللي اتخان. تاني حاجه ساعات بتاثر، يعني في ناس بيعتقدوا ان الكلام ده مش صح، بتاثر على الصحه العامه للشخص. يعني الصحه العامه يعني ايه؟ يعني ممكن يجي لك صداع، ده صداع نفسي نتيجة الموقف، ممكن يجي لك مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن يجي لك مشاكل، عارفة اللي هي المشاكل الصحية تبتدي تظهر في صورة، هي دي حاجة نفسية بتبقى موجودة داخلية جوه الشخص، فبتبتدي تظهر في صورة أمراض صحية. هي الأمراض النفس جسمية اللي بيسموها بالظبط كده، اللي هي حاجات مرتبطة بالنفسية. أحيانا لما الموضوع بيزيد قوي 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 بتتحول لمشاكل بقى سلوكية كمان، بتتحول لكذب، لسرقة، بصي في مشاكل سلوكية كتير ممكن الشخص يتعرض لها بسبب الخيانة. يعني دي مشكلة ممكن يبتدي بقى، عارفة اللي هو دماغه تبتدي تشتغل، طب أنا اتخنت ليه؟ يبقى أنا مش كويس، أدي عدم ثقة في نفسه. يبقى أنا لا، يبقى أنا لازم إن أنا أبرر موقفي، لا أنا كويس، وطب هو خني ليه؟ طب عارفة اللي دماغك تقعد تشتغل تشتغل تشتغل. تأثير فكرة، إذا الموضوع وصل لفكرة الخيانة زي ما حضرتك بتقولي، تأثير فكرة الخيانة على الإنسان، يعني النهاردة لما زوج يخون زوجة أو زوجة تخون زوج، بيبقى احنا عارفين بيبقى رد الفعل بيبقى صعب جدا. أولا الإنسان بيحس إن هو يعني إيه اللي أنا عملته غلط، إيه اللي أنا قصرت فيه ناحية الطرف التاني سواء كان صاحب أو صديق. تاني حاجة بينتبه الإنسان شعور، طب أنا هردها لك، يعني شعور دي مشاعر طبيعية دايما بيتكلموا عنها، يعني فهل ده حقيقي؟ للانتقام. مشاعر للانتقام. فهل ده حقيقي ولا يعني المشاعر دي بتبقى عامله ازاي لما الانسان بيصاب بيها؟
بص، احنا عشان نعرف ان المراحل اللي احنا بنمر بيها ساعة ما بيحصل الخيانة، اول حاجة انك بتبقى حزين. طبعا انا مش هينفع، الحزن دي حاجة نفسية داخلية من جواك، فانت مش هيبقى زي سوري يعني لما يجي لك برد اروح اديك مثلا او احتقان في زورك هديك انتيبيوتيك واديك دواء واقول لك، مش هدوس على زرار هقول لك ايه انت كده خد الدواء ده علشان تبطل حزن او تخف من الموضوع ده. احنا نقدر نقول باختصار ان ان الخيانه بتمر بكذا مرحله بعد ما انت كده عشان تبتدي نعرف نتعافى منها. اول حاجه انت بتمر بيها ان بيبقى حزين، طبعا تمام انا مش هقدر اقول لك ما تبقاش حزين. طبعا انا في حاجه هقولها لكم في البدايه، ان الكلام غير الفعل، عشان طبعاً في ناس كتيره قالتها انت بتقولي كلام نظري، طب الفعل فين؟ يعني انت من بره بتتكلمي انت ما تعرفيش اللي بيبقى جوه الواحد ايه، هيقولك انت مش حاسه بيه. تبتدي تدخل بقى في مود ان انا ايه اقعد عارف اسمع ترانيم او اغاني حزينه اللي هي تعيشك في المود نفسه، انت كده بتعيش نفسك جوه الحزن. فلا، احنا عايزين نطلع من الحزن اللي احنا عايشين فيه. هنبتدي يبتدي ان هو ايه عاش في الحزن ياخد مرحلته يقف، يعني بلاش ان احنا نعيش نفسنا في نفس المود، ما نحاولش نجري ورا ان احنا يعني سوري نتلصص على الشخص ده عشان نحاول ننساه. احنا عايزين نحاول دلوقتي نطلعه من دماغنا عشان ننساه، عشان نقدر ان احنا نكمل حياتنا. يعني الناس اللي هي ممكن تطلع مثلا الشات اللي بينهم وبين بعض ويقرا ده، نقعد نقراه ونعيط بقى، لسه كنا كده امبارح مع بعض، ده احنا لسه كنا مش عارفه مسافرين. لا، ده مش صح، لازم يبقى فيه جزء من اللامبالاه. حد يعني حضرتك لو كده فكرتي ايه معنى ان انا بحب، ايه عكس كلمة حب؟ علشان كره. لا غلط. امال ايه؟ لا مبالاه. ليه؟ لان الكره يعني انت جواك حاجة ما طلعتهاش لسه، يعني كان جواك لسه في حاجة. يعني لا مبالاه يا دكتورة، يعني مثلا انا حد اصل احنا بنقول صداقة واحد معاه شربالي 20 30 سنة تمام، وبعدين جه اذاني وضايقني ولا مثلا انت معنى انك كلمه بتكرهه يعني انت لسه بتحبه. يبقى انت لسه فيك حته جواك بتحبه، لكن اما انت تعمل له اجنور من حياتك لما انت هتعمل كده يبقى انت فعلا بدات ان انت تتمثل للشفاء في حته ان انت يعني بتتعافى من الخيانه. ما هو ما حدش يقدر يبقى عنده اللامبالاه دي من تجاه حد بيحبه. ما هو انت بعد لازم ما يبقى اتوجع منه بالظبط. عشان كده احنا النهارده بنقول هي محتاجين الروشته بتاعه التعافي. مستحيل هيبقى عندي اللامبالاه ده، بالعكس ده انا هفضل ابقى لا. يبقى كده انت انا بقعد اقول لنفسي ان انا عايزه اكرهه عشان ابطل افكر فيه يعني. يبقى انت معنى ان انت تعملي كده ان انت بتعيشي نفسك لسه في المود بتاع ان انا صديقه وبحبه ونفسي ارجع له، وبتعملي محاولات تكلمي مثلا صاحبتك علشان خاطر تقولي لها ايه، طب خليها ترجع لي، طب خليها تكلمني، طب خلاص انا اسفه، عارفه اللي بتحاولي ترجعي العلاقه تاني. وانا اعتقد ان ده بيحصل في العلاقات العاطفيه مش في علاقات الصداقه. لا صدقيني شفتها يعني. بصي كان في موقف قريب فعلا، في حد صديق واحد صديقه زعل منه وقال له لا ابعد عني وكده، وكانت مصر الشخص ده ان هو عايز يرجع لصاحبه ده باي طريقه. طب قولي لها انا اسفه، طب قولي لها انا مش هعرف مش هكمل مش هعمل المشكله دي تاني. حاجات كده كتير، بس كده يبقى هي عايزه تحط نفسها جوه القوقعه. طب مش عايزه تطلع من القوقعه. ازاي اوصل ان يبقى عندي لا مبالاه؟ عيشي فترة حزنك، أنا مش هقدر أقولك ما تعيشيهاش لأن دي حاجة نفسية داخلية جواكي. أنت عرفتي تطلعي نفسك، اشغلي وقت فراغك، يعني طول ما أنت قاعدة فاضية دماغك هتشتغل. لازم وقت فراغك ده تشغليه بأي طريقة. لازم دماغنا ما تبقاش شغالة في أن أنا إزاي أعرف أوصل للشخص ده، ما تلصص في السوشيال ميديا مثلا على الشخص، أن أنا أتابع الفيسبوك بتاعه أشوف أعرف، أبتدي أسأل مثلا صاحبتي أو صاحبي هو بيعمل إيه دلوقتي، هو مثلا سافر، هو قعد، ما يهمنيش بقى أخباره. دي اللامبالاة، ان انا ابتدي اشغل وقت فراغي. ابتدي لو ما عرفتش بقى اعمل كل حاجه بعد ما انا شغلت وقت فراغي وحاولت ان انا اعمل لامبالاة او كده، ممكن ابتدي الجا لمرشد نفسي او معالج نفسي يساعدني عشان اتخطى المرحله دي. لما بننصح انسان يتعافى، او يعني لما بينصحوه المتخصصين التعافي من السجاير، التعافي من المخدرات، يقولوا لنا بس خلي بالك هي في فتره كده اسمها فتره اعراض الانسحاب. ايه هي اعراض الانسحاب للشخص اللي عايز يعمل لامبالاة او عايز يبعد؟
بص، هي فترة الانسحاب دي انك انت بتحاول ان انت تقول له ايه؟ لا، ايه الاعراض؟ اعراض؟ اعراض الانسحاب، مش بيبقى في اعراض انسحاب؟ يعني بتحاول، مش معنى ان مفيش يعني مفيش، هو بيبقى فيه بس على يعني على بسيط. على بسيط ازاي يا دكتورة؟ يعني ازاي؟ انا بقى معاشر حد ولا يعني وبتاع، ان انا بدا مثلا يبقى عندي وبعدين ما بقاش يهمني اخباره. انا يعني انا دلوقتي ابقى معاشر حد وبعدين يأذيني، فانا اقول عليه ان هو خني، فاروح اقلب الصفحه واعمل اقول له ولقد حولناك على نظام اللامبالاه. انا قلت لحضرتك انا بني ادم، انت خاطر تعمل موف اون بسرعه. لا، انا قلت لحضرتك هو ما ينفعش ان انت تتك على زرار وتقول له ايه انا خلاص هعمل لك اجنورج من حياتي. مش هتحصل طبعا، مش هتحصل طبعا. احنا بنقدم، انت لازم هتعيش يعني فتره حزنك، بس انت لازم تعمل ليميت لنفسك. أيوة. ودايما تقنع نفسك ان انا استفدت من التجربه دي، استفدت ان في ناس يعني كويسه. يعني طول ما احنا عايشين بنتعلم من حياتنا اللي احنا عايشين فيها. المهم الواحد بعد كده يعرف يدي ثقه بعد ما اتوجع، ودي صعب قوي. هو ده بقى اللي احنا عايزين نوصل له. تليفوننا ناخده. استاذ نصري، اهلا بيك. شكرا استاذ نصري. صباح الخير. معاك يا ست. استاذنك وطي التلفزيون، اسمعنا من التليفون بس من فضلك. حاضر. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل، سامعينك يا استاذ نصري. اتفضل. انا نصر درجس من ورده خان من دشنا، فمعايا واحد حبيبي قوي وصديق قديم يعني. فعمل بقى اتناقش، رحت بعت له رساله قلت له فيها خلي بالك من افعالك علشان هتاخد فتره وبعد كده راجع لك. فايه راي حضرتك في طب رد عليك؟ رد عليك؟ ولا سألني ولا سألته لا حاجة، بس بعت له الرسالة دي خلاص. طب أنا أسأل حضرتك حاجة، أنت بعد ما بعت الرسالة حاسس إن أنت يعني ارتحت إن أنت عرفته؟ ارتحت من ناحية خالص. طب لو رجع اعتذر لك هتقبل اعتذاره وترجعه لحياتك؟ لا خلاص كده، ما هو عمل بقى خلاص يعني. خلاص أنا يعني وقفت حالي يعني. بس كون إن حضرتك طلعت اللي جواك في الرسالة حاسس إن أنت أهدى واخد قرارك انه ما ينفعش يبقى في حياتي. ايوه شكرا. شكرا. فكره ان البني ادم يطلع اللي جواه يعني، ولا ما يطلع يعني ما يقولش؟ لا، ما هو لازم يطلع، ما هو لو ما طلعش كله هيبقى مدفون جوه. طب ما هو انا اسف يعني في التعبير، هو لو ما هزقش الشخص التاني ومش استريح، عيش مكبوت. بص، ده اللي قاله استاذ نصر، ان انا ارتحت لما طلعت اللي جواه. انت ممكن تطلعه مع حد امين ليك. احنا قلنا كلمه الصديق الصح ايه؟ لما انت اكيد مش عندك صديق واحد، انت عندك كذا صديق، ممكن بتطلع مع صديق انت عارفه. احنا عندنا مثلا ممكن تطلع مع اب اعترافك، هتطلع اللي جواك، هتطلع مع مرشد نفسي. أيوه. طبيب نفسي. أيوه. هيبتدي يساعدك في انك تتجاوز المحنه بتاعتك. بنتمنى ان احنا نعرف نعمل ده، نعرف نتعافى في وقت الازمات، نعرف نتعافى في وقت ما يعني حد قريب لينا مش عايز اقول كلمه يخوننا، لكن يضايقنا، يأذينا، حاجات كده. وبتمنى ان احنا نعرف نواجه يعني، نتعلم نبقى شاطرين في جدا. بنشكرك جدا دكتوره اريني وهيب، دكتوره في تعديل السلوك والعلاج بالفن من جامعه حلوان، صح كده؟ صح. شكرا يا دكتور. شكرا. شكرا. نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل ونرجع نشوف موضوع السوشيال ميديا، وسائل التواصل، هل ممكن نقاطعها ونبعد عنها لو هي دي تعبانه وبنستخدمها غلط، ولا ممكن نتغير بشكل اصح بعد الفاصل؟